تعرف على آخر الأوضاع لطالبي تقنين أراضي الدولة. ارتفاع معدل إصدار العقود إلى نحو 3000 عقد شهرياً وفقاً لتقرير وزارة التنمية المحلية، وصفه المهندس شريف إسماعيل بأنه معدل جيد مع ضرورة تكثيف الجهود لزيادته خلال الفترة المقبلة. ورصد تقرير التنمية المحلية معدلات الأداء في المحافظات وتضمن التالي: انتهاء لجان المحافظات من فحص ومعاينة 140 ألف طلب تقنين جاد، تبين وجود 35 ألف حالة لا يجوز تقنينها، أكثر من 4000 حالة غير مستوفية للشروط تم التواصل مع مقدمي الطلبات لاستيفائها، وبلغ عدد الطلبات الصالحة للتقنين 92 ألف حالة، وتم تسليم عقود التقنين لنحو 47 ألف حالة منهم بنسبة حوالي 50%، وجود نحو 44 ألف عقد آخر جاهز للتسليم، وبمجرد انتهاء الإجراءات وسداد مقدمات التعاقد أو استكمالها، منها نحو 13 ألف عقد أراضي زراعية و 31 ألف عقد أراضي بناء، ومواصلة المعاينة لحسم مصير 57 ألف حالة متبقية من طلبات التقنين الموجودة لدى المحافظات.